تمام طلاب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمرين وياكم في سلسلة شروحات مادة السي سي ان اي لطلبة كلية علوم الحاسوب والرياضيات. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الريليبل نتوركس. احنا كيف نعرف هذه الشبكة ريليبل؟ يعني اذا شفنا اي شبكة، واجهتنا اي شبكة، سواء كانت هذه الشبكة ضمن تطبيقنا العملي او سواء كانت هذه الشبكه يعني ضمن اي ديزاين، سواء كان هذا فيزيكال ديزاين، يعني هو له علاقه دائما بالفيزيكال ديزاين واللوجيكال ديزاين. وتحدثنا احنا سابقا عن الفيزيكال ديزاين، قلنا هو له علاقه بالديفايسز، الاجهزه وتوزيعها، الخارطه مال الديفايسز كيف يتم توزيعها. اكيد انه احنا حاليا راح يعني اثناء المرور بالكورس راح نتعرف اكثر عن الديفايسز، نتعرف اكثر عن السيرفرز، وراح نتعرف اكثر عن الهاردويرز اللي موجود، وبعدها انه تكون عندنا صوره واضحه فيما يخص يعني فيما يخص الـ يعني خارطه الطريق، خارطه الشبكات، كيف انه احنا نقدر نعرف مكونات هذه الشبكه اكثر يعني بالممارسه، كيف انه نقدر نسوي لها كونفجريشن، كيف نقدر احنا نقسم الاي بيات. يعني راح ندخل مور ديتيلز على هذه المادة، كيف انه احنا نقدر، لو سألك شخص يعني كيف انه انت تقدر تعرف ان الشبكات مالتك ريليبل، يعني الشبكة مالتك موثوقة، الشبكة مالتك يعني موافقة للشروط اللي خلينا نقول اعتمدتها الاورجنايزيشن اللي هي اصلا مناط بيها تقييم هذه الشبكات. نقدر نعرفها من خلال أربعة عناصر اللي هي النيتورك أركيتكتشر أو ما تسمى بالإنترنت أركيتكتشر، يعني معمارية الشبكات أو معمارية الإنترنت. كيف شنو المعمارية؟ شنو الأركيتكتشر مال كل شبكة أو شبكات، أي شبكة مثلاً اللي موجودة عندنا في جامعة تكريت؟ شلون نقدر نعرف إنه هذه الشبكة هي شبكة ريليبل؟ من خلال هذه العناصر، اكو عناصر، مجموعه من العناصر اذا توفرت نقدر نعتبر هذه الشبكه ريليبل. نجي على النيتورك اركتكتشر، شنو مصطلح النيتورك اركتكتشر؟ هنا يجي يعرف لي اياه، يقول لي ريفيرس تو ذا تكنولوجيز ذات سبورت ذا انفراستراكشر، هي التقنيات اللي تدعم الانفراستراكشر، البنى التحتيه ذات موفز داتا اكروس ذا نيتورك. انت لما تريد تمرر بيانات من سورس الى ديستنيشن لازم يكون عندك انفراستراكشر، اجهزه يعني متمثله بالاجهزه اللي على مستوى الاكسس ليفل من راوترات وسويتشات، وعلى مستوى الديستريبيوشن ليفل من راوترات وسويتشات، وعلى مستوى الكور ليفل اللي هو متمثل بالديتا سنتر. اذا هو شو يقول لك؟ يقول لك الانفراستراكشر، البنى التحتيه للشبكات مالتك، شنو النيتورك اركيتكتشر، شنو معماريه الشبكه. لما نريد نتحدث عن معمارية الشبكة يقول لك هو الحديث أو الإشارة إلى التقنيات اللي تدعم الانفراستراكشر واللي هي مسؤولة عن حركة مرور البيانات عبر الشبكة. من اللي يقوم بإدارة البيانات والسيطرة على حركة مرور البيانات خلال الشبكة هي الانترميدياري ديفايز اللي تحدثنا عنها سابقا. تحدثنا قلنا الانترميدياري ديفايز هي أجهزة السويتش وأجهزة الراوتر وغيرها من الأجهزة اللي هي تكون intermediary، أجهزة وسطية بين السورس والديستنيشن. زين، إيش شنو المعايير؟ يعني أنا شلون أقدر أعرف إن هذه الشبكة reliable؟ أوكي، نقدر نعرفها كالآتي. يقول لي there are four basic characteristics، عندي أربعة عناصر أو خصائص هذه that the underlining architecture need to address to meet user expectations. يعني أنت حتى تقدر تقيم هذه الشبكة، تقدر تعرفها انه هي ريليبل نتورك او لا، عندك اربع عناصر. تجي هذه تنزلها الاربع عناصر على الشبكة، اذا متوفرة بهذه الشبكة نقدر نعتبرها ريليبل نتورك، واذا ما متوفرة هذه العناصر ما نقدر نعتبرها ريليبل نتورك. اولا الفولت توليرانس، ثانيا السكيلابيلتي، ثالثا الكواليتي اوف سيرفيس، رابعا السكيورتي. هذه مهمة جدا، شبكة الانترنت أو أي شبكة تريد تقيمها أنت ضمن أي مؤسسة لازم عندك هذه الأربع عناصر. أنت بداياتك مهمة جدا، كيف تقدر تقول هذه
الشبكة مال جامعة تكريت أو أي جامعة أو أي مؤسسة أو أي شركة أنت عندك، شنو المعايير اللي تنطلق منها حتى تقول إنه هذه الشبكة هي ريليبل نتورك أو لا؟ لما يجي يقول لك حدد لي، سوي لي ترابل شوتينج للديزاين بالنسبة للشبكة، هل إنه هي تخضع للمعمارية الحقيقية للإنترنت للنتورك؟ شنو المعايير اللي أنت لازم تمتلكها حتى تقدر من خلالها إنه تشيك هذه الشبكة هي خاضعة للمعايير أو لا؟ شنو المعايير؟ هي الفولت توليرانس، السكيلابيلتي، الكواليتي اوف سيرفيس، والسكيورتي. راح نجي على هذه الأربع معايير ناخذها بالتفصيل يا طلاب. هنا نجي على الفولت توليرانس. الفولت توليرانس ببساطة مثل ما تشوفون بالرسم أمامكم، عندي الكلاود الإنترنت، وعندي تلاحظون أكو عندي راوتر هناي وعندي راوتر هناي، وتلاحظون أكو عندي مسارين لهذه الشبكات، مسارين لهذه الشبكة. هنا عندي لان وهنا عندي لان. تلاحظون انه هنا عندي راوتر، هنا عندي راوتر، هنا عندي راوتر، هنا عندي راوتر، هنا سويتش وهنا سويتش. هنا شو يقول لي؟ شو المقصود بالفولت توليرانس؟ انه اني لازم مسار الشبكة مالتي او لازم المزود للانترنت للشبكة مالتي لازم انه يكون يحتوي على فولت توليرانس. يعني لو توقف راوتر، لو توقف الراوتر هذا، لازم يتم تزويد المؤسسة مالتي من مسار آخر. يعني مصطلح الباك أب اللي موجود عندنا هو نفسه مقارب للفولت توليرانس. تلاحظون أمامكم أنه هنا الراوتر عندي توقف، هذا كانت هذه الشبكة يتم تزويدها بإنترنت من هذا المسار. لما توقف هذا الراوتر، إيش صار عندي؟ مسار البيانات من هذا الاتجاه على هذا الراوتر، ومباشرة تم تزويد هذه اللان من خلال إيش؟ من خلال هذا المسار، من خلال هذا المسار. تلاحظون أكو لون أخضر يدل على أن مسار البيانات تغير عندي. فإذا ما كانت الشبكة تمتلك fault tolerance مسار بديل، نعتبر هذه الشبكة غير صالحة. يعني نعتبر أنه هذه أو هذا المعيار نعتبره هو أساسي، معيار أساسي لعمل reject للديزاين، لعمل reject للديزاين الخاص بهذه الشبكة. فهنا يجي يقول لي redundant يعني المتكرر connections، الاتصالات المتكررة allow for alternative paths، تعطيني path alternative بديل. If device or link fails، إذا عندك الجهاز أو اللينك الكيبل إذا صار عليه fail توقف، user experience is unaffected. يعني إذا صار عندي fail للكيبل أو للديفايز توقف بي، يقول المستخدم اللي موجود عندي ما راح يحدث عليه أي تأثير. ليش؟ لأن أكو مسار بديل. هذا هو تعريف fault tolerance، أريدكم تفهموه، فقط تفهموا. هنا يجي يعرف لي أكثر، يقول لي الفولت توليرانس يعني تصحيح الخطأ نتورك أو شبكة الفولت توليرانس نتورك limits the impact of failures by limiting the number of affected devices، يعني أو devices. هنا يقول لي هذا الفولت توليرانس، هذا المعيار يحاول يقلل لي من التأثيرات اللي تتسبب نتيجة إيش؟ نتيجة فشل الأجهزة أو نتيجة إيش؟ نتيجة فشل اللينكات. يعني لو حصل عندي فشل باللينك أو حصل عندي فشل بالديفايسز اللي موجودة، نحاول قدر المستطاع أن نوجد مسار بديل بحيث يقلل limiting باعه by limiting. ما يقول لي، يعني هنا يقول لي حدد لي، ما ممكن أنه أنت يعني خلينا نقول توجد مسار يكون احنا ممكن يكون هذا المسار بالبروفايدر الاساسي، فممكن ان يسبب لي شنو؟ توقف شامل للخدمه الانترنت. هنا يجي مصطلح ليميتنج، يعني يحدد مو يمنع، يحدد ليميتنج لنمبر اوف افكتد ديفايسز. واضح؟ مالتيبل باثس يعني مسارات مختلفه متعدده ار ريكوايرد فور فولت توليرانس، هي مهمة مطلوبة لحل مشكلة الفولت توليرانس. لذلك يقول لي الريليبل نتوركس الشبكات الموثوقة بروفايد ريدندنسي، توفر لي الريدندنسي هذا المعيار نفس الفولت توليرانس باي امبلمنتنج ا باكيت سويتش نتورك.
من خلال بناء الباكيت سويتش نتورك، يعني شنو؟ وضع مسارات مختلفة للشبكة، مو فقط انه انا يكون عندي ايش مسار واحد على البروفايدر، لازم يكون عندي مسارين حتى، وكذلك من جهة البروفايدر ومن جهة الديفايسز. يعني ليش؟ حتى لو توقفت هذا المسار مباشرة اكو عندي مبرمجة الاجهزة هي مباشرة تشتغل او تزود الانترنت بحيث انه ما يتأثر اليوزر اللي موجود. يجي يشرح لي كيف redundancy، كيف وكيف اسوي implementing a packet switch network. شلون؟ يقول لي الباكيت سويتشينج، الباكيت سويتشينج احنا عندنا نوعين من المصطلحات، سيركت سويتشينج وباكيت سويتشينج. السيركت سويتشينج هي بشبكات الهاتف، سيركت سويتشينج. اما شبكات الحاسوب هي باكيت سويتشينج. عندي باكيت سويتشينج، فهنا يقول لي الباكيت سويتشينج سبلتس ترافيك، قسم لي الترافيك انتو باكيتس، الى باكيتات that are routed over a network. يعني مصطلح الباكيت سويتشينج هو مصطلح، يعني هو مصطلح يمثل مسار بيانات الاجهزه اللي موجوده عندي على شبكه الانترنت. يقول لي هو شنو؟ انه انا لما ارسل بيانات من السورس للديستنيشن، هذه البيانات مو تاخذ مسار واحد، لا، ممكن تاخذ اكثر من مسارات، يعني ممكن تاخذ وحده هذا المسار، يعني البيانات ممكن تجي البيانات هنا، ممكن وحده تاخذ هذا المسار وممكن بيانات تاخذ هذا المسار، يعني مالتيبل باث، اكو عندي مالتيبل باث بتوين ذا سورس اند ديستنيشن. هذا في مصطلح الباكيت سويتشينج، هذا البيج ديفرنت. يعني انت لما يقولوا لك شنو الفرق بين الباكيت سويتشينج وبين السيركت سويتشينج، راح تقول له بالباكيت سويتشينج في شبكات انترنت الحاسوب انه اني مسار البيانات مالتي متعدد بين السورس والديستنيشن. زين، بالسيركت سويتشينج مسار البيانات بالنسبه للهواتف، لا، المسار البيانات للهواتف اني لما اتصل بالشخص راح يكون عندي سنجل باث بتوين ذا سورس اند ديستنيشن، عندي سنجل باث، باث واحد فقط، تنل between the source and destination. لهذا اي اتصال يجي طالع على هذا التنل راح يواجه انه ايش؟ اكو بيزي، بايش؟ بيزي بالباث اللي between the source and destination. لهذا ايش؟ خلوا هم سيرفيسز، انه قديما كان يقول لك الخط مشغول، حاليا يعطيك نوتيفيكيشن يعلمك بان انه اكو اتصال بين السورس واكو بين هذا الشخص اللي انت جاي تتصل به. فهذا هو البيج ديفرنت between the باكيت سويتشينج وسيركت سويتشينج. فحتى نبنيها يقول لي الباكيت سويتشينج سبلت ترافيك انتو ذا باكيتس ذات ار راوتد اوفر ا نتورك. ايتش باكيت كود ثيوريتيكالي، يعني كل باكيت لازم انه ثيوريتيكالي، يعني فرضيا تيك ا ديفرنت باث تو ذا ديستنيشن. لازم، يعني هذا الشكلين، هذا التو كونديشنز للباكيت سويتشينج، يقول لي اكو مسارات مختلفه بين السورس والديستنيشن، وفرضيا او نظريا لازم هذه البيانات لما ترسل بين السورس والديستنيشن هي تاخذ مسارات مختلفه حتى تصل للديستنيشن. This is not possible، هذا غير ممكن او محتمل with a circuit switched network، شبكات التليفون which establish dedicated circuits. راح يقول لي هذا غير ممكن في شبكات الهاتف اللي هي السيركت سويتشينج، لان في شبكات الهاتف انا احتاج ان يكون عندي ديديكيتد سيركتس، يعني دوائر ديديكيتد واحده، دائره واحده، يعني تنل سنجل باث بين السورس والديستنيشن. هذا اول معيار لازم اني افهمه، ولازم هو يجيب لي الخارطه، اقدر من خلال هذه الخارطه او الديزاين الفيزيكال ديزاين لتوزيع الديفايسز اللي موجوده عندي، لازم اول ما اباوع على الفولت تولرانس اشوف مصدر الانترنت، اقول له واباوع اكو باث واحد واساله، اقول له هذا الباث اذا توقف انت وين تروح؟ اليوزريه اللي عندك وين يروحون؟ هنا اقدر احكم على الشبكه. لما القيها اكثر من باث اجي اشوف اكو اجهزه كذلك، يعني اذا تلاحظون عندي منها راوترين منها راوترين، يعني نفس الشبكه اسوي لها كوبي بيست، واضح، واربطهم الاجهزه مالتها اربطهم بهذا الشكل، بحيث اذا توقف هذا السويتش انا اقول توقف، راح يموت هذا الكيبل، راح يموت هذا الكيبل.
زين شلون اني ازود هذا الراوتر بالانترنت؟ اكو كيبل هنا يزوده. اذا توقف بعض، اذا توقف هذا الراوتر، اذا توقف هذا الراوتر مثلا، ما توقف عندي هذا الراوتر، توقف، شو راح تصير البيانات؟ شو راح تتواصل؟ راح البيانات تجي من هنا، ممكن تتواصل مع هذا الراوتر. اذا انت ترسم الخارطه مالتك وتقترح اذا توقف هذا كيف يتم التزويد، اذا توقف هذا كيف يتم التزويد، وتبني الثيوريتيكال مالتك والديزاينر مالتك بناء على ايش؟ بناء على الفولت توليرانس اللي احنا تحدثنا عنها. المعيار الثاني هو السكيلابيلتي. شنو السكيلابيلتي؟ يقول لي هنا بالسكيلابيلتي باعوا حسب هذا الرسم انه انا عندي لان وهذه لان اخرى، وهذه لان اخرى تم اضافتها. يعني انت لما تجي تصمم لاب او تصمم شبكه، دائما انت اذا المختبر يحتوي على 50 حاسبه، دائما انه انت خلي فد 80 حاسبه، يعني خلي اي بيات، عدد اي بيات 80، خلي انترنت ل 80 حاسبه، مو فقط الايش، مو فقط ل 60 حاسبه. السبب للسكيلابيلتي، اكو رؤيه عندك لو اجت حاسبه انضافت، لو اجوا طلاب على هذا المختبر زياده، انت ايش راح يستخدمون هذه الشبكه؟ انت مخلي عدد اي بيات زياده، ومخلي الباكيتس الخاصه بالانترنت زياده، حتى ما كذلك ياثر السكيلابيلتي، التوسعه بالشبكه معناها ما راح تاثر لي على ايش؟ ما راح تاثر لي على الخدمه. هذه هو معنى السكيلابيلتي. نجي نفهم السكيلابيلتي هنا، يقول لي additional users on the whole network can be connected to the internet without شنو degrading. يعني شنو degrading؟ يعني تقليل الأداء for existing user، يعني إضافة أشخاص جدد إلى هذه الشبكة like this LAN. additional users، إضافة أشخاص جدد على هذه الشبكة، يعني جرينا لان من هناي، ما راح يأثر لي على الحواسيب اللي موجودة ضمن هذه اللان وهذه اللان. هذه هي السكيلابيلتي. هذا المعيار الثاني مهم جدا، لأن الخطوة الأولى اللي أنت تريد تصمم بيها شبكة لأي مؤسسة أو لأي شركة، تبلش من هذه المعايير الأربعة اللي لازم تتخليها قدامك أنت وتصمم بيها الشبكة حسب هذه المعايير. السكيلابل نيتورك can expand quickly and easily to support new users and applications without impacting the performance of a services to existing user. يعني يقول لي ببساطة أنا أسوي توسعة بسهولة وببساطة حتى أدعم اليوزرية الجديدة الجدد العفو، والتطبيقات كذلك اللي أنا أضيفهم مع هؤلاء اليوزرية، without impacting، بدون ما أنا راح أأثر على أداء الخدمة اللي موجودة عندي بالنسبة للمستخدمين اللي موجودين أصلاً على هذه الشبكة. إذن النيتورك ديزاينرز، مصممي الشبكات، فلو accepted standards and protocols in order to make the network scalable. لازم يقول لك مصممي الشبكات أن يتبعون أو أن يتبعون المعايير اللي هي تم اعتمادها في عملية تصميم الشبكات، حتى إيش؟ تجعل الشبكة مالتك more scalable. وهذا هو كذلك المعيار الثاني بالnetwork architecture. المعيار الثالث هو quality of service، يعني الكواليتي عندك، الكفاءة للخدمة، شنون الكواليتي مالتك بالنسبة للشبكة. هنا يتحدث لي ضمن هذا الرسم مالته اكو fault tolerance، اكو scalability، هنا يجي يتحدث عن الكواليتي. اول بداية يقول لي الكواليتي اوف سيرفيس هي managed by the router. اذا الكواليتي اوف سيرفيس هي سيتنج موجوده بالراوتر. ليش؟ لان اني لما اجيب راوتر عالي المواصفات، اكيد راح تكون عندي عمليه الكوميونيكيشن عاليه، عمليه المانجمنت للترافيك عاليه، عمليه البرايوريتي للديتا عالي، لان تعرفون البيانات لما تجي تدخل على الراوتر، سواء كانت هذه البيانات نصيه او فيديويه او على شكل بيكتشرز او على شكل تكست، العفو هي النصيه او على شكل اوديو، فهي كل وحده من هذه البيانات لها برايوريتي عالي.
يعني الشركة إذا كانت عندي هي تتعامل مع الإيميلات، فأني أجعل الراوتر أسوي له سيتنج للإيميلات، أخلي الإيميلات أعلى برايورتي. إذا كانت تتعامل الشركة على الفويب، على الفويب يعني هي مال أصلا كول سنتر، يعني اتصالات الفويس أوفر آي بي فويب، تليفونات اللي ترتبط على الإنترنت، أنا راح أخلي الفويس مور برايورتي، يعني أعلى أولوية او هاي برايورتي، اعلى اولويه. ليش؟ حتى لو منتجه الترافيك اللي هي فويس وتدخل على الراوتر مباشره يمررها عمليات الانكابس الديكابسوليت والري انكابسوليت، تكون تتم باعلى برايورتي باعلى اولويه. فلذلك حتى ايش نحافظ على الار تي تي between the source and destination، يعني نحافظ على الريال تايم ترانسفير between the source and destination، يعني الريال تايم ترانسفير انه عملية النقل بنفس الوقت، ريال تايم الوقت الحقيقي ترانسفير، نقل حقيقي للبيانات، بحيث انا لو من احكي المقابيل يسمع، هذا هو المقصود به. اذا يقول لي هي managed by the router الكواليتي اوف سيرفيس، اذا لها علاقة بالديفايس، انشورز ذات برايورتيز، يعني نتاكد بان البرايورتيز الاولويات اكو سيتنج للاولويات داخل الراوتر ار ماتشد وذ ذا تايب اوف كوميونيكيشن اند ات از امبورتنس تو ذا اورجانيزيشن. يعني احنا نشوف نقول لهم انتم شنو السيرفيسز اللي تريد تقدموها، قالوا احنا كول سنتر، نقول لهم اوكي يعني انتم تريدون الفويس هو أعلى أولوية، قالوا نعم لأن إحنا كل شغلنا هو فويس، عبارة عن اتصالات كول سنتر، نفس اللي موجود بكوارك بآسيا سي، لما تخابرون يعني تريدون دعم على يسموها مركز الدعم مالتهم الكول سنتر، لذلك إنه إحنا عندنا شهادة تمنح في سيسكو هي خاصة بالكول سنتر، شلون إحنا نعد أشخاص، ندرب أشخاص، شلون تتعامل بالكول سنتر، شلون تجاوب، شلون تتعامل مع الأشخاص اللي يتحدثونها، يعني الزبون كيف يكون كاستمر مالتك غاضب، زبون خبير، زبون غير خبير، كل انواع الزبائن يتم كذلك انه موجود شهاده اسمها كول سنتر. فلو نفترض انه احنا نريد نسوي شبكه لكول سنتر، هنا نقول لهم انتم الفويس تريدون اعلى اولويه، فبهاي الحاله انه احنا بالسيتنج مال الراوتر نخلي الفويس اعلى اولويه. ليش؟ حتى الكواليتي اوف سيرفيس نزيدها بناء على ذلك. هنا كذلك يقول لي الويب بيج كان يوجوالي ريسيفد الو برايورتي، يقول لي هنا الويب بيج التصفح قد تكون هاي المؤسسه مو يعني موضوعها مو تصفح، فانا اخليه اقل برايورتي، يعني الغالب انه الويب بيجينج او الويب بيجز غالبا هو يكون اقل اولويه. الفويس اوفر اي بي الاتصال من خلال شلون هسه انت عندك الواتساب لما تتصل هذا فويس اوفر اي بي، بس اكو هواتف السيسكو موجوده عندنا احنا بالجوازات اللي موجوده الجوازات الالكترونيه راح تلقون اجهزه سيسكو الفويس اوفر اي بي، يعني يسموها اي بي فون، اي بي فون راح تلقوه هذا يستخدم الفويس اوفر اي بي بروتوكول اسمه الفويس اوفر اي بي. هذا الكول الاتصال will need a priority. ليش يحتاج برايورتي؟ حتى مينتن اسموث، يحافظ على السموث مالته، الانسيابيه بالاتصال. كذلك الان انترابتد يوزر اكسبيرينس، كذلك ما يحدث عندي انترابت انقطاع، يعني ما تحدث عندي لا ديلي بالحكي بالكلام ولا يحدث عندي انقطاع. هذا هو المقصود بالكواليتي اوف سيرفيس، لها علاقه بالديفايسز، لها علاقه بعمل المؤسسه، لأنني إذا كانت المؤسسة تدعم البراوزينج لازم أخلي البراوزينج أعلى برايورتي، إذا كانت تدعم الكول سنتر إذا أخلي الفويس أوفر آي بي أعلى برايورتي، إذا كانت هي تدعم الإيميل أخلي الإيميل أعلى برايورتي and so on. الكواليتي أوف سيرفيس هنا يقول لي الفويس أند لايف فيديو ترانسميشن، يعني عمليات نقل الفويس واللايف فيديو هذه يعني حتما لازم تأخذ أعلى برايورتي. واضح؟ يقول لي require higher expectations for this services being delivered، يعني هذه تحتاج إلى أعلى مستويات البرايورتي والأداء. ليش؟ لأن هي تخضع المعيار RTT اللي تحدثنا عنه. How or have you ever watched a live video with a constant breaks and pushes اللي يحدث به؟ يعني أنت يقول لك انت
يعني راح تستمتع أو شاهدت من قبل إنه فيديو صار بي يعني تقطعات وكذلك توقفي يحدث بي توقف، السبب شنو؟ This is بسبب شنو؟ This is caused when there is a higher demand for bandwidth than available and the quality of service isn't configured. يقول لي هذا هو بسبب الخلل بهذه السيرفيسز، الخلل بهذه الستاندرد او الكونسيدريشنز الاعتبار انه خطأوا بالكواليتي اوف سيرفيسز، انه تحديد البرايورتيز للسيرفيسز. يعني اذا كانت هذه شركه تشتغل على الفيديو على الواتش على اللايف واتش، هذه تحتاج انه عمل الفيديو ياخذ اعلى برايورتي. فلو واجهت هيجي واتشنج لفيديو، السبب عندك بالكواليتي اوف سيرفيس اللي يعتبر الكونسيدريشن 3 بالنسبه للنيتورك اركتكتشر. إذن الكواليتي اوف سيرفيس از ا برايمري ميكانيزم used to ensure reliable delivery of content for all users. إذن هو يعتبر الميكانيكية الأساسية المستخدمة لضمان الريليبل ديليفري، يعني النقل الموثوق للمحتويات لكل اليوزرية. ليش؟ لأن أنت لما عندك الخدمة جيدة، الاتصال جيد، معناها أنه أنت إيش؟ يعني هو هذا محصلة نتيجة الديزاين الصحيح بالنسبة للنيتورك مالتك أو السيرفيسز اللي يتم إيش؟ يتم أخذها من البروفايدر اللي هو أصلاً خضع لهذه إيش؟ لهذه المعايير المفروض. With a quality of service policy in a place، يعني إحنا لما نخضع للquality of service policy as a consideration in a reliable network in a network architecture، هنا the router can more easily manages the flow of data and voice traffic. يقول له من احنا نتحدث عن هذا المعيار، فالراوتر ببساطة تقدر أن تستخدمه في إدارة البرايورتي، وتقدر هي اختيار راح يطلب منك أي بيانات تريدها أعلى برايورتي، بحيث المنتجيني أنا ما أأخرها، تقول له خليلي الفيديو أو خليلي الأوديو حسب depending on the organization depending on the services an organization او ذا نعم الخدمات اللي تقدمها الخدمات العفو اللي تقدمها الاورجنايزيشن اللي انت تريد تصمم لها شبكه. المعيار الرابع والمهم جدا والحديث حاليا عنه يعني اصبح ترندز، هو ايش؟ هو السكيورتي، نتورك سكيورتي، الحديث عن امن الشبكات. وامن الشبكات هو جزء من الامن السايبراني، وأمن المعلومات هو عام يشمل الأمن، يشمل يعني الأمن المعلومات يشمل حماية البيانات الأوفلاين وحماية البيانات الأونلاين وحماية البيانات الأونلاين. وأما الأمن السيبراني فهو يشمل فقط حماية البيانات الأونلاين، يعني احفظوا أمن المعلومات هو البيج باوندري البيج سايكل أمن المعلومات جزء منه. ليش؟ لأن هو يشمل حماية البيانات الأونلاين والأوفلاين. يعني مكتبك حمايته يعتبر أمن معلومات، الباب اللي موجود عندك على الديتا سنتر أو على المكتب حمايته هذا يعتبر أمن معلومات، البيانات اللي موجودة عندك بالحاسبة هذه تعتبر أمن معلومات وأمن سايبراني. ليش؟ أمن معلومات كونه أنه هو أمن المعلومات يشمل البيانات الأونلاين والأوفلاين، وأمن سايبراني لأن الأمن السايبراني له علاقة فقط بالديجيتال ديتا، البيانات الرقمية، البيانات الأونلاين، البيانات على الإنترنت، على السايبر سبيس، على الفضاء السايبراني. والسبب أنه كل ما زاد عندي الفضاء السايبراني كل ما كانت هناك حاجة عالية لتخصص السايبر سيكيوريتي. السايبر سبيس يتوسع بعدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، حسب الإحصائيات الأخيرة وصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت الآن حالياً ممكن أن يصل إلى 70 بليون ديفايسز متصل بالإنترنت، 70 مليار ديفايسز متصل بالإنترنت. تخيلوا عدد سكان الكرة الأرضية ممكن يكون حالياً 7.5 بليون مليار. تخيلوا
عدد الأجهزة والمضاعفات بالنسبة للأجهزة، لأن أنت نفسك كشخص ممكن يكون عندك سمارت فون، ممكن يكون عندك تابلت، ممكن عندك لابتوب متصلات داخل البيت، يعني أنت شخص تمتلك 3 IPs 3 addresses و 3 services، يعني خدمات إنترنت على التابلت على السمارت فون على اللابتوب، لهذا أنه أنت مثل 3 وتبدأ عمليات المضاعفة إلى أن وصلت إلى 70. تخيلوا الفضاء اللي راح يتولد نتيجة هذا الكم الهائل من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. إذا هذا الفضاء الـ without boundaries، بدون حدود، هذا الفضاء ليست هو حدود دولة أو أرض ممكن أن يتم ضبطها من الأشخاص اللي ممكن أن يتسللون إلها، لا، هذا الفضاء هو فضاء واسع يحتاج إلى boundaries، virtual boundaries من خلال الديفايسز اللي خاصة بعمليات البروتكت لهذه الفيرتشوال باوندريز، وهذه الباوندريز اللي تؤسس على الدول هذه لابد أن تكون محكمة. ليش؟ لأن ممكن أن تكون هنالك سايبر وير، حروب سايبرانية تتم عكس الحروب التقليدية اللي أنت لازم تحرك جيش، تحرك ناس، تحرك أشخاص، لا، هذه حروب ممكن تكون إيش من تحت الطاولة، بحيث أنه تتم عمليات الهجوم، تتم عمليات التدمير من خلال هذا الفضاء، وهذا الفضاء ما ينفع وياه الإهمال. ليش؟ لأن هو أصبح داخل في كل شيء، أصبح داخل في بيتك حالياً، أنه أصبح الإنترنت داخل حتى بأجهزة المنزل، فأصبحت الإيش؟ أصبح الوصول إلى إليك أو الوصول إلى الديفايسز أصبح ممكن ريموتلي من أي مكان، فعملية البروتكت لهذا الوصول مهم جداً من إيش؟ من أنه أنت تحمي حدودك كفيزيكال. إذن الحديث عن السيكوريتي مهم جداً، إحنا عندنا شهادات في هذا المجال أشهرها، يعني سيسكو عندها السايبر سيكوريتي، عندها الحديث عن النيتورك سيكوريتي وتركيزها على النيتورك سيكوريتي، عندنا أكثر من شهادة فيما يخص، وأكو شهادة عندهم جديدة ممكن أن يعني نتحدث عنها إذا أخذنا الكورس الخاص بالسايبر سيكوريتي، وكذلك أنا تحدثت عنها بالموجود عندي على القناة مالتي، تحدثت عن هذا الموضوع. إذن النيتورك سيكوريتي هي جزء من السايبر سيكوريتي، لأن هي أنا أحمل شبكة، الشبكة بياناتها أونلاين، إذن هي جزء من السايبر سيكوريتي، والسايبر سيكوريتي هي جزء من أمن المعلومات، هذه لازم أنت تخليها بنظر الاعتبار كتكنيكال كتقني. طلاب، there are two main types of a network security that must be addressed. يعني أنت لما تريد تشيك السيكوريتي مال هذه المؤسسة عندك خطين مهمين جدا لازم يتحققن. أولا النيتورك انفراستراكشر سيكوريتي، شنو البنى التحتية الأمنية مال البنى التحتية، يعني شنو البنى التحتية؟ الراوتر، السويتش، السيرفر، الفايروول and so on. وهذه كيف أنه أنت تحميها؟ يقول لي physical security of network devices، يعني عندك أجهزة physical security like شنو؟ like a firewall. لكن أكو عندي أجهزة كثيرة حالياً، إنه خصوصاً السايبر سيكوريتي يعني يقسم إلى 3 أقسام، اللي هو الأوفنسيف والديفنسيف والأنالاسيس. الأوفنسيف اللي هو عمليات الرد والاستجابة، يعني الدفاع والهجوم، عندك أنت دفاع وهجوم وتحليل، هذا 3 مسارات بالنسبة للأمن السايبراني. لذلك إحنا دائماً نقول عندما نتكلم عن الأمن السايبراني بهذا العنوان هذا خطأ، إحنا لازم نتحدث إيش أنت وين تريد، تريد جماعة البلو تيم لو جماعة الريد تيم. البلو تعرفون كل واحد إلى مسار، كل واحد إلى دستور في العمل، يعني أنت هستكتب البلو تيم إن سايبر سيكوريتي راح يطلع لك كتاب خاص بذول الفريق. لما تكتب ريد تيم موجودة، أنا سبق وأن سويت محاضرة أو يعني سويت دورة مجانية، هذه الدورة يعني أعطيتهم الكتب، وإذا تريدون هم الكتب الخاصة بالبلو تيم والريد تيم موجودة، أقدر أبعث لكم إياها، يعني راح تعرف دستور الفريق الخاص بعملية بالهجوم السايبراني والدستور الخاص بالفريق اللي يقوم بعملية الدفاع، الاستجابة لحوادث سيرت، الاستجابة لحوادث الأمن السايبراني. صراحة وزارتنا أبدعت، يعني وزارة التعليم العالي حاليا أبدعت في هذا المجال خصوصا، والحديث عن النيتورك فريم وورك على النيست الايزو 27001، على النيست السي اي اس طبعا الايزو 27001 2 3، والنيست نفسه اللي هو 53
و53 300 وايش وش يعني باكثر من فيرجن. هذه كلها ما كانت موجوده، يعني اكو حاليا اصبحت عندنا وثيقه امن معلومات تتداولها المؤسسات اللي موجوده عندنا، قامت يعني بتطبيقها حاليا، شرعت تطبيقها وزاره التعليم العالي، اصبح عندنا فرق الاستجابه لحوادث الامن السيبراني، وهذا ما كان موجود قبل. صراحه هذه خطوه مهمه جدا، اصبح حاليا انه اكو احتياجات لازم ترفع للوزاره، انه احنا نحتاج الى اجهزه، نحتاج الى طول، نحتاج الى او اس، أنظمة تشغيل، حتى نقدر إنه إحنا عندنا الأدوات اللي من خلالها نقدر أن نشخص الثغرات، نقدر الأدوات اللي إحنا نقدر من خلالها أن يعني نكتشف الهجمات اللي ممكن أن تحدث نتيجة هذا الكم الهائل من الديفايسز المتصلة بالإنترنت، وكذلك إنه نتيجة العدد الأتاكرز اللي أصحاب القبعات إحنا نقول عليهم أصحاب القبعات الحمراء. أصحاب القبعات الحمراء اللي هم المهاجمين، تخيلوا شركة سيسكو يعني استثمرت في مجال الأمن السيبراني في هذه السنة، يعني أخذت سيبلانك ليش أخذت وذ سيسكو باعوا شلون قبل طلع لكم بالبحث، سيبلانك سيسكو أخذتها بش قد باعوا السعر، سيسكو أخذ على موقع سيسكو هذا أخذت هذا التطبيق ب 157 إيش بليون، العفو ب 28 بليون، اخذتها ب 28 مليار. يعني هسه لو تدخل على التفاصيل، اخذت هذا التطبيق وات ويل سبلانك دو، شوفوا هنا لما تجي تدخل على سبلانك، شنو هذا سبلانك؟ تقرا هذه الارتكلز بيش ليش انفقت سيسكو هالقد، انفقت على هذا التطبيق، تطبيق اللي هو يعني منصه، هو انفقت عليه سيسكو اكثر من 28 ايش قد او 28 بليون ان كواليتي فاليو، تخيلوا 28 بليون فقط على سبلانك. هذا مهم جدا، مهم جدا في تحديد الثغرات، في عمليه ارسال النوتيفيكيشن الى الاسيرت تيم اللي موجود، المفروض انه يكون يمتلك سبلانك، خلينا نقول ابلكيشن، حتى يقوم السبلانك ابلكيشن بتحديد الوقت اللي ممكن ان تكون عندي في الشبكه. الحديث طبعا بهذا الموضوع ممتع جدا، الحديث عن الامن السايبراني ممتع جدا، ممكن ان نسوي كذلك مستقبلا يعني دورات، سواء كان شرح شهاده السي اي اتش، الاو اس سي بي اللي شهادات اللي هي اللي الخاصه بالبروفيشنال للاستفاده للاستجابه او للهجوم، اخذ الميثودولوجيز اللي يتبعونها الهاكرز متمثله بالكول تشين، بالسي اي اتش ميثودولوجي اند سو اون، من الميثودولوجيز اللي يستخدمونها الهاكرز في عمليات الاتاك. طلاب الحديث عن هذا الموضوع ممكن ان يكون يعني يطلعنا من الشبكات، يطلعنا من هذه المحاضره، احنا ما نريد يعني ان نخرج عن مسارنا بالنيتورك، فكذلك نحتاج الى ديفايسز، الى هاردوير، بريفنتنج ان اوثرايزد اكسس تو ذا ديفايس، منع الاشخاص الغير مخولين من الوصول الى الاجهزه، وكذلك هذه ايش؟ هذا اول معيار، اول شيء نيتورك انفراستراكشر سكيورتي يتضمن هذه النقطتين او النقطتان، الانفورميشن سكيورتي البيانات، عندي بنى تحتيه، عندي بيانات، كيف انه حمايتها protection of the information or data transmitted over the network، شلون اني اقدر احمي، شلون اني اقدر احمي بياناتي، شلون اقدر احميها من الاتاكرز، هذه مهم جدا. احنا اصلا يعني حمايه الاجهزه مالتنا حتى نحمي بياناتنا، حتى نحمي شنو؟ حتى نحمي بياناتنا. اذا الهدف اصلا من حمايه الاجهزه هي حماية البيانات مالتنا، واضح يا طلاب؟ المهم هي البيانات. اي نعم، فإذن الحديث عن the protection of the information or data transmitted over the network is very important يعني in this section in network security. There are three goals of network security، يعني أنت تحتاج إلى تحقيق three objectives، three goals، ثلاثة أهداف في network security. إذا تم تحقيقها هذه الثلاثة أهداف، أنت قدرت أن تحقق شنو؟ قدرت أن تحقق أمن الشبكة. شنو الثلاثة أهداف؟ أولاً الconfidentiality،
والانتجريتي والافيلابيلتي، احنا نقول عليها السي اي اي، مو سي اي اي اللي موجود الجهاز مال، لا لا، الحديث انه احنا هناي الثري، خلينا نقول الثري، خلينا نقول جولز، ثلاثه اهداف اذا تحققت تحقق عندي امن المعلومات او امن الشبكه، الكونفيدنشياليتي، شنو الحديث عن الكونفيدنس، يعني هي البرايفسي طبعا ممكن يسموها، only intended recipients كان يريد the data، يعني الconfidentiality فقط الأشخاص اللي هم intended ممكن أن يقرؤون البيانات، الأشخاص اللي هم أصلا موجودين بالشبكة، والintegrity الضمان، ضمان أنه هذه البيانات ما حدث عليها تغيير، يعني آني البيانات، الconfidentiality لها موثوقية، أكو موثوقية وأكو عندنا أشياء يعني algorithms أدنى، خلينا نقول methods أدنى في عملية تحقيق confidentiality، أدنى methods والgorithm في تحقيق integrity، أدنى methods والgorithm في تحقيق availability العفو. فالintegrity إنه له علاقة بالdata، الdata عندما ترسل هل تطرأت، هل طرأ عليها تغيير هذه الdata، هل طرأ عليها تغيير من قبل ميدل يعني مان ان ميدل، الهجمات اللي شخص يكون بين السورس والديستنيشن، ياخذ هذه البيانات يسوي لها كابتشرنج وبعدها يسويها فورورد للديستنيشن، بعد ما ان يسوي لها تشينجينج، فبهاي الحاله انه ما راح يعرف السورس انه ولا الديستنيشن انه هذه البيانات طرا عليها تغيير. اذا الانتجريتي لازم اكو هاش بين الانتجريتي وبين السورس وبين الديستنيشن للديتا، يعني هذا الهاش لازم لما يستلمه الديستنيشن البيانات لازم الهاش يتطابق مع الهاش اللي دزها الايش دزها السورس. اذا الانتجريتي هذه ركيزه ثانيه، والافيلابيلتي التاكد بان تايملي اند ريليبل اكسس تو ذا داتا، اور يعني اني افيلابل، يعني الخدمه مالتي دائما موجوده، يعني اني لو من اريد احمي مؤسسه مو اجي اقفل على هذه المؤسسه ما حد يفوت عليها، اوكي هذه الافيلابيلتي ما متوفره عندي فما اقدر اعتبر هذا امان، لا لازم موجوده هذه المؤسسه او لازم موجوده هذه الداتا ومتاحه هذه الداتا، لكن عمليه الوصول اليها تكون مؤمنه، هذه الافيلابيلتي. واضح شنو الهجمات اللي تكون على الافيلابيلتي؟ الدي او اس، واشهر هذه الهجمات الهجمه اللي صارت على يعني الدي ان اس سيرفرز، يعني اللي هو شركه دي واي اس يمكن او دي واي ام يمكن، هذه الشركه صار عليها هجمه الدي او اس. يعني شنو الدي او اس؟ دينال اوف سيرفيس. يعني شنو الدينال اوف سيرفيس؟ يعني اني كل ويب سايت له عدد مستخدمين وقت، يعني يقول هذا الويب سايت يتحمل 1000 ريكويست، خلينا نفترض يتحمل 1000 ريكويست ضمن اللحظه لما تطلب بي 1000 ريكويست، فهم شو يسوون؟ دينال اوف سيرفيس يسلطون عليه فد 2000 ريكويست خلينا نفترض، فبهاي الحاله انه كل ما تريد تفوت للموقع يقول لك ان افيلبل ما متوفر عندي. السبب شنو؟ انه عدد الريكويست، بحيث يخلون لحد ما هذه الشركه تفقد موثوقيتها او تفقد الثقه مع الكاستمر، مع الزبون، وهو هذا احد اهداف السايبر سيكيورتي او السايبر اتاكس، انه سمعه وكذلك الموثوقيه بين اليوزر وبين الكومباني اللي هو ينتمي لها، انه لازم يزرعون اكو زعزعه لهذا المعيار المهم جدا. إذن الافيلابيلتي دي او اس من اشهر الهجمات اللي تتم على الافيلابيلتي، دائما الافيلابيلتي مثل الدي او اس، يعني تعرفون دائما احنا بالنتائج اللي تعلن نتائج السادس نبات تفوتون ما راح تقدرون، ما راح يظهر لكم الموقع يقول لك يعني اكو لود عالي او الصفحه غير متوفره، السبب ملايين الاشخاص جاي يدخلون على هذا الموقع، وهذا الموقع هو ما يتحمل هذا الكم الهائل، الى عدد من الريكويست، كل موقع الى عدد من الريكويست، فلو نستخدمنا احنا مثلا هو يتحمل 1000، لو جبنا 2000 يسوي الريكويست ري جنريت، حتى لو كان شخص ويسوي ري جنريت ل 1000 ترافيك او 2000 ترافيك، راح هذا الموقع يسميه هجمه دي او اس، ما يكون متوفر السيرفيسز مالته بسبب هذه الهجمه. اذا البروتكت من خلال سواء كان لوجن كيوزر نيم وباسورد، سواء كان الادمنستريتورز المدراء، كان بروتكت ذا نتورك وذ ا سوفت وير، مثل ما احنا نخلي سوفت وير مثل الكاسبر سكاي او مثل السوفت وير اللي موجوده عندنا على مستوى الافراد، هذه يستخدمون سوفت وير
and hardware security like a firewall. Firewall موجود as a hardware device موجود عندي in a data center in a network, and by preventing a physical access to the network devices. كذلك ال physical access يعني أنت بال data center لازم يكون عندك إيش منع لأي شخص أن يفوت لل data center. فقط إنه أكو يعني bio خلينا نقول bio access أو master أو من خلال ال credit access أو من خلال ال finger access او من خلال اللوك اكسس. المهم انه انت تمنع اي شخص، فقط تخلي authorized المن للاشخاص للاي تي الليفل 1 دائما اللي يفوتون على الكلاس اي، دائما يفوتون على الداتا سنتر لان هو يعتبر اهم جزء موجود عندي بالشبكه. فهنايا انه فقط تخلي الاشخاص المخولين الدخول، منع الدخول للداتا سنتر او للشبكه مالتك يمنع عن اي يوزر، فقط لليوزرين اليوزريه المخولين. واضح؟ كذلك هنا يقول لي security قياسها protect the network من ال unauthorized access، نمنعها من الأشخاص الغير مخولين. هذا هو المعيار الأساسي. هذه كل ما يخص ال reliable network تحدثنا عن العناصر الأربعة، ال fault tolerance تحدثنا عن ال scalability تحدثنا عن ال quality of service وخدمناها بال security. وصلنا إلى ال network trends. network trends هذا موضوع مهم كذلك. النتورك ترندز اصبح ريسنت ترندز بالفتره الاخيره. اصبحت الشبكات بسبب عدد الابلكيشنز اللي موجوده عندي، عدد السيرفيسز اللي تقدمها هذه الشبكه العملاقه، كذلك انه عدد ال خلينا نقول او الديجيتال ترانسفورميشن يعني التحول الرقمي اللي يشهده العالم نتيجه ايش؟ نتيجه قلنا السايبر سبيس اللي تولد نتيجه الجيل الجديد من الانترنت المتمثل بانترنت الاشياء. تعرفون كيفن اشتر سنه 91 ابتكر انترنت الاشياء، لكن واجه تحدي بالادريسز، وسبق وان تحدثنا عن هذا الموضوع. واجه تحدي بالادريسز، كان الاي بي في 4 يمنحني 4 فاصله ايش قد 4 تقريبا بليون ادريسز، يعني 4.4 مليار ادريسز يمنحني بال 91. مطلع بعد ال 91 نزلت الشبكه العنكبوتيه دبليو دبليو، نزلت الموبايلتي ديفايسز، دخل الانترنت الى الحياه المدنيه. واجهت ايش؟ واجهت الاورجنايزيشن المسؤوله عن الادريسز عن العناوين مس موضوع او خطر نفاذ الادريسز العناوين. احنا كل جهاز يرتبط بالشبكه لازم ياخذ ادريس، فواجهت هذا التحدي. وضعت استراتيجيز، شنو الاستراتيجيات اللي وضعتها؟ لايك دي ان السبنيتنج استراتيجي، لايك في ال اس ام استراتيجي، لايك خلينا نقول النات استراتيجي، يعني هذا بروتوكولز. هذه كلها الاستراتيجيز اللي تم وضعها على الاي بي في 4، البرايفت والبابليك استراتيجي، كل هذه من اجل زياده حياه الاي بي في 4، من اجل زياده حياه الاي بي في 4. كل تم وضع هذه الاستراتيجيز من اجل زياده حياه الاي بي في 4. واضح؟ لكن من مطلع التسعينات بعد ما انه احسوا انه اكو نفاذ، تم العمل على الاي بي في 5. الاي بي في 5 يعني فشل ان يحقق لهم الهدف المعهود. ممكن ان تقرؤون البيبر الوايت بيبر الخاص بالاي بي في 5. طبعا هو الاي بي في 1 والاي بي في 2 والاي بي في 3 كان انتجريتد مع التي سي بي بروتوكول مطلع السبعينات. بعدها بعد الثمانينات انه ظهر عندي الاي بي في 4، ومثل ما تحدثنا انه قلنا كان عدد سكان الارض 4.4 وهو يحقق او 4 بليون وهو يحقق لي 4 تقريبا فاصله 4، يعني كل شخص عنوان كان. وكان فقط الانترنت على الميليتري اوبريشنز على العمليات العسكريه، فكان اوكي يعني مسدد. لكن دخول الانترنت الى الحياه المدنيه، دخول الى الصناعه، الى الزراعه، الى التجاره، الى الصحه اند سو اون، هذا ادى الى نفاذ الاي بي. وكان عندي 2011 اخر بلوك موجود عندنا بالاي بي في 4، يعني تخيلوا 2011، الحديث عن قبل ايش؟ قبل اكثر من 13 سنه هو اصبح عندنا اخر بلوك بالاي بي في 4. لذلك كان المفروض سنة 2020 هي تحويلة من الـ IPv4 إلى الـ IPv6، و2011 هو أصلاً كان البيرث داي للـ IPv6، يعني بشهر الثامن على ما أتذكر أنه ظهر الـ IPv6. وكان المفروض أنه حالياً أنه كل الديفايزز هي مرتبطة بالـ IPv6 اللي يتكون من 128 بيتس، يعني يمنحني 340 انديسليون أدريسز قادرين يقولون
الاورجنايزيشن تقول انه احنا قادرين ان نمنح كل ذره تراب ادريس يعني بنوع من المبالغه، كذلك تحدثوا على انه احنا قادرين ان ايش ان نتحدث عن الاي بي في 6 الى ما لا نهايه، لا وجود للحديث عن الاي بي في 7 مستقبلا، لا يوجد حديث عن اي بي في 7 مستقبلا. تخيلوا حجم الثقل اللي ممكن ان يوفرها، حجم العناوين اللي ممكن ان يوفرها هذا البروتوكول الانترنت بروتوكول في 6. اما الفي 5 احنا قلنا اقتصر فقط على العمليات البراكتيكال الفرضيات النظريات العمليات اللابس خلوه. اما الاي بي في 6 فهو الان موجود ويتكون من 3 بارتس اللي هو الجلوبال بريفكس والسبنت والانترفيس، هذه اللي 3 بارتس. كذلك لدي محاضرات على القناه مالتي اتحدث، كذلك الحديث عن الاي بي في 6 ممتع جدا وممكن ان كتاب كامل يعني موجود، خلينا نقول ممكن كتاب يعني موجود اذا تريد تحيط به اي طالب يحتاجه اقدر ابعث له اياه. اذا تريد تحيط بكل الكونسبتس الخاصه بهذا البروتوكول العملاق هذا اللي اصبح هو من احد ركائز انتشار الانترنت في الجيل الجديد المتمثل بانترنت الاشياء والاستراتيجيه الجديده المتمثله بالاي او اي الانترنت اوف ايفري ثينج اللي حققها هو الاي بي في 6. هذا هو المقصود بالريسنت تريند بالنسبه للنتورك. ذا رول اوف ذا نتورك ماست ادجاست اند كونتينوالي ترانسفورم ان اوردر تو ايبل تو كيپ اب وذ ذا نيو تكنولوجيز اند اند يوزر ديفايسز از ذي كونستانتلي كم تو ذا ماركتس. اذا الحديث عن كيف انه اصبح النقل يعني نقل المعرفه كذلك حديث التكنولوجيا وتدخلها بالماركتس وغيرها يعني اصبح احنا نقول عليه ترند بالنسبه للنتوركس الان. الصوره هاي اللي موجوده امامكم كل صوره تحاكي لك سيرفيسز تقدمها هذه الشبكه العملاقه. يقول لي several new networking trends that affect organization and consumers او الكاستمرز. تصور يعني هذه الترندز السيفرال لايك اشنو البي واي او دي اللي هو bring your own device، هذا نوع شهادات يعني ممكن ان تمنحها سيسكو بالبي واي او دي يعني اونلاين كولابوريشن يعني لايك اتليبرنز اللي تقدمه سيسكو الكولابوريشن اللي يتم، وكذلك الفيديو كوميونيكيشن الفيديو اللي انتم جاي تستخدموه على الواتساب وعلى ما موجود على الباكيتنج سيركت اللي موجوده ضمن المؤسسات اللي معنيه لايك يعني الاعلام وغيرها، كذلك الكلاود كومبيوتنج الحوسبه السحابيه. والحديث عن الحوسبه السحابيه اصبح ممتع جدا. نمتلك احنا في جامعه تكريت AWS، نمتلك AWS اللي هي تعتبر الاولى، AWS هي تعتبر الاولى AWS اكاديمي. نمتلك احنا اكاديمي في جامعه تكريت، اكاديمي AWS تعتبر حسب مقياس غارتنر AWS هي الاولى في مجال شنو، هي الاولى في مجال الحوسبه السحابيه. يعني عندما نتحدث عن الحوسبه السحابيه نتحدث عن الكلاود كومبيوتنج، يعني ما ممكن ان نتجاهل AWS. لما نجي نكتب على الانترنت نقول AWS غارتنر، AWS مقياس غارتنر، غارتنر 2023 شو يقول لي 2023 من AWS وين موقعها حسب مقياس غارتنر، وين كان موقعها؟ باعوا على موقع AWS. AWS as a leader هي الليدر ب 2023 حسب هذا الرسم باعوا. شوفوا بالكلاود كومبيوتينج AWS الاولى، بعدها تجي مايكروسوفت، بعدها تجي جوجل، بعدها تجي اوراكل. اما الحديث عن IBM الي بابا كلاود هواوي كلاود and so on، هذا حديث بعيد جدا. تخيلوا في مجال الكلاود كومبيوتينج، في مجال الكلاود كومبيوتينج حسب مقياس غارتنر، فحتى 2024 حتى سنة 2024 لازم تكون ايش AWS هي الاولى في مجال شنو، في مجال الحوسبة السحابية. واضح يا طلاب؟ كذلك في مجال كما انه سيسكو تعتبر ليدرز في مجال النيتورك، كذلك في مجال الكلاود كومبيوتينج شركة AWS هي الليدرز. هذه هي الأكاديمي مالتنا، وعن تعرفون اكو نوبات الباسوردات والهذا،
لكن انه اللي حضروا المحاضرات مالتي يعرفون انه احنا دخلنا عليها، عندنا بعض المحاضرات الموضوع عنها دائما يتحدث عن الديفوبس، الدخول الى السوفت وير اكثر شيء، الحديث عن الكلاود، الحديث عن البرمجه، الحديث عن يعني دخول الاوتوميشن، يعني دخول ممتع لهذه خلينا نقول لهذه الاورجنايزيشن، لهذه الاكاديمي. كذلك لدينا اكاديمي خاصه بالامن السيبراني، بما انه احنا تحدثنا عن الامن السيبراني عندنا كذلك اكاديمي يعني مركز في جامعتنا يتحدث عن الامن السيبراني اللي هو الاي سي كونسول. الاي سي كونسول هو يعتبر خلينا نقول المحرك حتى يعني يعتبر عنده مع الكوشن جروب اللي هو يعتبر الجروب الرقم واحد في مجال الامن السيبراني. يعني تقدر تبحثون عن الحين الدخول الى اي مؤسسه عند هجمات الكثير من الدول، باعوا هذه الاكاديمي مالتنا انا كاكاديمي جامعه تكريت. كذلك لدينا في السي اي اتش اللي هي متخصصه في مجال الامن السيبراني، فقط تبحث عن اشخاص، تبحث عن ستيودنت، تبحث عن ناس يبحثون عن علم صراحه، باعوا هذا هو البروفايل الخاص في جامعه تكريت. لدينا اي سي كونسل، لدينا كذلك محاضرات الان يعني ماي كورسز، كذلك عندنا سي اي اتش يعني المشهور جدا السي اتش في 12 الحديث جدا. لدينا كذلك محاضرات تولز في مجال امن سايبراني، طبعا لا تعطى لكل شخص هذه التولز. اذا هنايا البرينج يور اون ديفايس، البرينج يور اون ديفايس هو شنو؟ allow user to use their own devices giving them more opportunities and greater flexibility. كيف انه انت تقدر تتعامل مع هذه الاجهزه تحقق أكثر فائدة على هذه الشبكة العملاقة. الـ BYOD allow end user، هذه لها علاقة بالـ end user، بيك أنت كـ direct access مع الـ device to have the freedom to use personal tools to access information and communication using their laptops, netbooks, tablet, smartphone, e-readers by mean any device with any ownership used anywhere. أي جهاز يحقق لك هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل هو يعتبر BYOD. الأونلاين كوربوريشن like WebEx. WebEx من أفضل تطبيقات المؤمنة في مجال الاتصال بين source والdestination. يعني لما تتحدث حسب مقياس غارتنر عن WebEx عن الأونلاين كوربوريشن، فمايكروسوفت عندها تيم، سيسكو عندها ويبكس، زوم عندها زوم، جوجل عندها المنصة مالتها ما أتذكره يعني اللي هو دائما أنتم الطلاب ترغبوه يعني، لكن كذلك عندها هذه المنصة اللي موجودة أنا عندي أستخدمها لكن للأسف إنه يعني ما خانتني الذاكرة. لما نتحدث عن الأونلاين كوربوريشن إحنا نتحدث كسيسكو، نتحدث عن السايبر، عن الويبكس. إذا تريد يعني تدخل وتسوي كوربوريت أو تسوي مقارنة بين الويبكس وبين التيم وبين الزوم and so on، راح تلقى السيسكو هو بالريادة، الويبكس والتيم الخاص بشركة مايكروسوفت هو بالريادة، الكوربوريت and work with other over the network on points projects، الحديث والمشاركة والحديث والتيتشنج والليرنينج اللي يتم حاليا من خلال الابليكيشن الابس اللي تدعم الاونلاين كوربوريشن اللي حاليا انا جاي اتحدث وياكم، جاي اعلمكم، جاي اشير الماتيريالز اللي موجوده عندي، جاي اشرح لك، جاي افتح لك فيديو، كل هذه من خلال ايش منصه هي اونلاين ممكن انه تحققها هذه الشبكه. الكوربوريشن تولز انكلودنج سيسكو ويبكس جيفز يوزر away, give user away to instantly connect and interact. يعني تعطي المستخدمين طريقة للتفاعل والتعامل. The corporation is very high priority for a business and in education. يعني يحتاج the corporation أعلى الأولويات بالداتا. ليش؟ في المؤسسات الأعمال وكذلك في الإدوكيشن في التعليم. السيسكو ويبكس تيم is a multifunctional corporation tool. سيسكو ويبكس تيم send instance messages, post images,
بوست فيديوز اند لينكس. لهذا انه احنا لما ندخل على الويبكس تلقى ابلكيشنز، يعني عندي تطبيقات تدعم التعليم، تولز تدعم صبورة وغيرها من التولز اللي انا اقدر استخدمها حتى اوضح كتولز اوصل المعلومة لليوزر. الفيديو كوميونيكيشن، شنو الفيديو كوميونيكيشن؟ يقول الفيديو كولز، المكالمات الفيديوية are made to anyone regardless of where they are located، يعني ممكن ان تتم من اي شخص بغض النظر عن مكانه، تقدر تتصل به، تقدر تقعد وياه، تسوي كوربوريشن، تسوي ميتينج، تسوي ديسكشن اند سو اون. الفيديو كونفرنسينج is a powerful tool for communicating with others. إذن هي أقوى من الأدوات القوية اللي تخليك أن تسوي communicating مع الأشخاص الآخرين. الفيديو is becoming a critical requirement for effective corporation. الاتصالات الفيديوية أصبحت critical حاسمة أو مهمة أو صارمة في عملية توصيل المعلومات. سيسكو تيليبرنز Powers is one way of walking where everyone, everywhere. تيليبرنز جهاز عبارة عن شاشة بفويس تراك، تتحدث الكاميرا هي تحسب الفويس مالتك، تسوي تراك للفويس مالتك وتقدر انه انت تتابع. هنا اكو فيديو للويبكس، سيسكو ويبكس 4، تقدر انه تطلعون عليه موجود على المنهج. وكذلك للكلاود كمبيوتينج، الحوسبة السحابية، يقول الكلاود كمبيوت allow us to store personal file or back up our data on a servers over the internet. تقدر تخزن بياناتك، تشير الانفراستركتشر مالتك، سواء كان انفراستركتشر as a service او بلاتفورم as a service او software as a service حسب الموديلز اللي انت تريد ان يعني تستأجره منهم. الابليكيشن كان also be accessed using a cloud. تطبيقات تقدر انه انت تاخذ عليها ثمن، لايك بلاجارزم اللي يستخدموه الترنت ان بلاجارزم، هذا على الكلاود احنا ناخذه، لايك جي بي تي، تشات جي بي تي كذلك احنا جاي نشترك به حتى نستخدم الكلاود مالته ونستخدم السيرفيسز اللي هي اللي تكون مدفوعه السيرفيسز مالته، لايك الستور بالابل ستور، يعني انت تحتاج سيرفيسز تاخذها، كذلك الاكستند للستورج اللي موجود عندك على الايفون، يعني اغلبنا احنا يشتري تقريبا بدولار اقل الدولار يشتري 200 جيج حتى يقدر يسوي باك اب للترافيك للديتا اللي موجود عنده على الفون مالته بالنسبه للايفون. الكلاود كومبيوتينج از ميد بوسيبل باي داتا سنترز، يعني ميد بوسيبل باي داتا سنترز. كذلك سمولر كومبانيز ذات كانوت afford their own data center, lease server and storage services from larger data center organization in the cloud. يقول لك انت يعني معنى العبارة هذه، يقول المؤسسات اللي هي ما عندها data center فأصبحت الآن الاعتمادية الغالبية على cloud computing. شنو cloud computing؟ انت تستأجر data center، تستأجر ما موجود عليها من applications، تستأجر ما موجود عليها من services وتتعامل مع السيرفيسز من خلال الجي يو اي. واضح يا طلاب؟ كذلك ضمن الكلاود كومبيوتينج فور تايبس اوف كلاود عندي اربع انواع من الكلاودز موجوده عندي. شنو هذه الاربع انواع كلاودز موجوده؟ شنو الاربع انواع كلاودز اللي موجوده عندي؟ هي الاتي: بابليك كلاود، يعني عندي اني بابليك كلاود، اكو كلاود عامة، أكو كلاود عامة، واضح، وأكو إنه اللي هي اللي تكون شنو تعريفها البابليك، available to the general public through a pay per use، يعني أكو تدفع لكل استخدام موديل أو تكون for free، هاي مثل عندنا AWS كذلك بها كل هذه السيرفيسز، أو private cloud هذه يكون intended for a specific organization، يعني cloud خاص بمؤسسة محددة، دائما فقط للgovernment، لذول الدخول إليه يكون فقط للأشخاص المحددين، أو hybrid cloud وهذه يكون أفضل، يعني بيها جزء خاص وبيها جزء public، واضح؟ يقول made up the two or more cloud types، for example part custom
and part public, each part remains a distinctive object, but both are connected using the same architecture. يعني كل واحد يؤدي وظائفه جزء كاستم خاص بالإمبلويز اللي موجودين ضمن الأورجانيزيشن، وجزء يكون بابليك فور أول، واللي يعني كلهم التو بارت يستندون على أركيتكتشر واحدة. الكاستم كلاود يقول لي بل تو ميت ذا نيد أوف سبيسيفيك إندستري such as healthcare or media. يعني أكو عندنا كلاود يسموه كاستم، يعني مفصل احنا نقول عليها مخصصة، لايك هيلث كير بالعناية الصحية، بالميديا يعني المؤسسات اللي لها علاقة بالميديا والإعلام، كذلك كان بي برايفت أو بابليك، ممكن أن تكون هذه بابليك أو برايفت. إذن هي أربعة أنواع: بابليك، برايفت، هايبرد، كوستوم، كلاود. كذلك التكنولوجي ترينز إن ذا هوم، عندنا التكنولوجي سمارت هوم أصبح حالياً بفضل الإنترنت الأشياء أصبح كل شيء ممكن أن يتم التحكم به من خلال الإنترنت. السمارت هوم تكنولوجي is a growing trend that allows technology to be integrated into the everyday appliances which allow them to interconnect with the other devices. أنت تقدر يعني من خلال application تتحكم بالجراج، تتحكم بالمراوح، تتحكم بأجهزة المنزل، تتحكم بكل ما موجود عندك بالمنزل من خلال السمارت أو تكنولوجيز. إذن أصبح كل شيء with إيش؟ أصبح كل شيء with the technology، أصبح كل شيء with the cloud as a new version as a service. يعني نقدر نقول عليه oven made now what time to cook a meal for you by communicating with your calendar on what time you are. يعني حتى ما أنت تتم إنجازة بالمطبخ عندك وأكو سكيجول إله، وكذلك يتم التحكم به من خلال الديفايزز التكنولوجيا. السمارت هوم تكنولوجي is currently developed for all rooms within a house. إذن أطلقوا على شيء اسمه تكنولوجيز سمارت هوم، إنه أنت لازم تحول كل الأجهزة الأشياء اللي موجودة عندك بالهوم تحولها إلى السمارت. فخلوا أوكي كيف إحنا نقدر نحول البيت إلى سمارت؟ إذن كل ميكانيك بارت موجود في هذه الأجزاء اللي موجودة في المنزل نحولها إلى smart parts. Power line networking هنا يعطيني power line connecting، power line wired connected or power line connection. Power line networking شبكات power line خطوط الطاقة ممكن أن تسمح للأجهزة أن تتصل باللان where data network cable or wireless من خلال wire wireless. Communications are not available option. Using a standard power line adapter, device can connect to the LAN wherever there is electrical outlet by sending data on a certain frequencies. لا يجي يتحدث لي عن يعني services تم ابتكارها like a power line networking شبكات الباور لاين. يعني تعرفون انترنت الاشياء استند على السي بي اس، استند على الام 2 ام، استند على الدبليو ان اس وايرلس نتورك، ماشين تو ماشين، سايبر فيزيكال سايبر فيزيكال يعني سي بي اس سايبر فيزيكال سيستم كذلك استند. يعني مو إجا أكو كذلك شبكات للباور لاين، شبكات للطاقة، خطوط الطاقة هم أصبحت شبكات متصلة بالإنترنت نتحكم بيها كذلك بالإنترنت. السويتش أون السويتش أوف من خلال الباور لاين نتوركينج is especially useful when a wireless access point cannot reach all devices in the home. إذن الوايرلس براند باند كذلك تعتبر البراند باند، هذه كلها تعتبر ضمن النتورك ترينز. ان اديشنال دي اس ال اند كيبل الوايرلس هي انذر اوبشن يوز تو كونكت هومز اند سمول بزنس تو ذا انترنت. هذه كلها تعتبر اوبشنالز او اوبشنال بالانترنت. مور كومونلي فاوند ان رور انفايرمنت، يقول دائما تكون هذا الساتلايت والبرودكاست شائع دائما بالقرى. ليش؟ لان المفروض احنا يعني المفروض اكو عندي قرى لازم دول يستخدمون الساتلايت، والمفروض المدن تستخدم الفايبر اوبتيك. يعني حاليا يعني بسبب البنى التحتيه الكل
سوية يعني. الوايرلس انترنت سيرفيس بروفايدر is an internet service provider that connect a subscribes to designated access point or hotspots. يعني اذا اكو عندي اصبح وايرلس بروفايدر ممكن ان يوفر لي خدمه وايرلس للانترنت. وايرلس براند باند is another solution للهوم. اكو براند باند لايك واي ماكس للهوم وكذلك السمول بزنس وكذلك يوز ا سيم سيلر تكنولوجي. الهواتف التكنولوجيا الهواتف الخلويه ممكن ان تستخدم لتزويد الانترنت للسمارت هوم. كذلك الانتينه ممكن ان توضع خارج الهاوس حتى توفر لي وايرلس او وايرلس مثل ما موجود احنا عندنا الصحون اللي نستخدمها اعلى المنازل. طلاب وصلنا الى النتورك سكيورتي. هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم. شكرا جزيلا لاصغائكم.